أخي المواطن، عدم التزامك بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا يتسبب في زيادة الإصابات ومنشآت صحية ممتلئة بالمصابين وارتفاع معدل الوفيات، فكن عونا لهم. نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. وإلى العناوين: محافظ حضرموت يعقد اجتماع لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء الخاصة بعودة العالقين من الخارج. تدشين الحملة الوقائية لحماية العاملين في المشروع الرابع السمكي من فيروس كورونا. رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي يلتقي لجنة التهدئة للأوضاع العسكرية في الجنوب.